أشاد الجهاز الوطني للإيرادات بالتجاوب الإيجابي من قبل الشركات والمؤسسات بالمسارعة في التسجيل من أجل ضمان تحصيل القيمة المضافة بالطرق الصحيحة، وذلك استجابة للدعوة التي أطلقها الجهاز قبيل التدشين بهدف تحقيق التطبيق السليم للقيمة المضافة. وقد أعلن الجهاز الوطني للإيرادات أن عدد الشركات والمؤسسات التجارية التي حصلت على شهادة التسجيل في القيمة المضافة حتى اليوم بلغ أكثر من 2000 شركة، وذلك مواصلة لجهوده الرامية إلى تحقيق التطبيق السليم لآليات القيمة المضافة من خلال التعاون البناء مع المؤسسات التجارية، منوها بالحرص الدائم من قبل الشركات والمؤسسات على الاستفسار بهدف التنفيذ الصحيح للقيمة المضافة. ونوه الجهاز بضرورة تأكد المستهلكين من وجود شهادة التسجيل في القيمة المضافة في مكان ظاهر بالمحال التجارية التي تفرض القيمة المضافة المقررة 5%، وأن تتضمن الشهادة رقم السجل التجاري للمؤسسة وتاريخ التسجيل في القيمة المضافة، مشيرا إلى الخدمة الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز، والتي تتيح التحقق من حصول أي شركة أو مؤسسة تجارية أو محل تجاري على شهادة التسجيل لأغراض القيمة المضافة. وأكد الجهاز على مواصلة تقديم الدعم الكامل للتطبيق السليم لها بجوانبها الفنية والإجرائية، مجددا دعوة المستهلكين وقطاع الأعمال للتواصل وطرح الاستفسارات حول كل ما يتعلق بالقيمة المضافة أو الإبلاغ عن أي مخالفة للتطبيق السليم للقيمة المضافة.